الموضوع مختلف تماما عن فكره الملية وتركي الشيخ. الموضوع بتتكلم على صندوق الاستثمار السعودي اللي هيبقى رئيس النادي الاستاذ ياسر الرميان وليس الامير محمد بن سلمان. دي حاجه بس لازم تعرفها. الاستاذ ياسر بن رميان هو محافظ صندوق الاستثمار السعودي، هو اللي هيكون رئيس النادي ان تمت الصفقه مع مايك اشلي، اللي ممكن في 10 دقائق تلاقي لغي الصفقه عادي، والموضوع بالنسبه له ممكن تتخيل اي حاجه، ممكن يعمل اتفاق ويلغيه، الموضوع طبيعي جدا. فاللي انا عايز اقوله بس للدكتور ممدوح نصر الله قبل ما نبدا الحلقه، الموضوع ضايع تماما عن اللي انت بتتكلم فيه، موضوع ان النادي هيتحول والصفقات زي تركي الشيخ ما كان بيعمل في المريه، لا الموضوع غير كده تماما. الموضوع ان صندوق الاستثمار السعودي بيدور على اي شركات كبيره بتنهار واي انديه كبيره بتنهار ماليا في الازمه اللي احنا فيها، علشان خاطر ياخد الشركات دي او ياخد الانديه دي علشان يعرف يرممها ويعرف يكسب منها مكاسب ماليه. الموضوع مالي بحت، الموضوع مش هتلاقي ان في صرف بالبذخ على نيوكاسل اول ما يتم التعاقد، لا الكلام دلوقتي على لعيبه في التارجت خفيف وعلى لعيبه مش اسامي كبيره زي ما الناس ما بتقول. بسم الله الرحمن الرحيم. بيع نيوكاسل لمستثمرين سعوديين، بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي، الحاجه اللي شغاله دلوقتي والنغمه اللي شغاله في كل الجرايد الانجليزيه، والجرايد الانجليزيه مركزه دلوقتي على ان مايك اشلي هيبيع النادي اخيرا ولا مش هيبيع. الراجل بقى له 3 سنين بيتفاوض على ان هو يبيع النادي، كل ما يصحى الصبح انا عايز ابيع النادي، بعد كده لا انا مش عايز ابيع النادي. نفس الكلام برضه اماندا ستيفلي اعداله، عايز تبيع النادي هخلي لك مستثمرين مراتيين تبيع لهم النادي. الاستاذ خالد بن زايد موجود باع له النادي، ما رضيش ساعتها قال لك لا انا مش عايز ابيع. بعد كده راحت جابت له مستثمر مكسيكي برضه مش عايز ابيع. بعد كده راحت قالت له انا ما جايبه لك صندوق الاستثمار السعودي وهنشتري النادي، يعني هنشتري النادي وعايزين نخلص بقى. لحد الاسبوع اللي فات كان في كلام على ان صفقه اللي بيع هتتم ب 250 مليون جنيه استرليني. الاسبوع ده وامبارح تحديدا قال لك هيتم البيع ب 300 مليون جنيه استرليني واخيرا الصفقه هتخلص. وبدأنا نسمع كمان على مدربين بيتم طرحهم، ان نيوكاسل اتعاقد معاهم ومحدش لحد دلوقتي عارف هو الصفقه فعلا هتتم ولا الدنيا هتبقى عامله ازاي. زي ما قلت لك الموضوع في البدايه اقتصادي بحت. صندوق الاستثمار السعودي بما انه واحد من اغنى صناديق الاستثمار اللي في العالم ومن اغلى الصناديق في العالم بيدور على ان هو دلوقتي في فتره حرجه، في شركات ومؤسسات كبيره بتنهار حواليه، فهو بيعمل ايه؟ بيروح يرمم الشركات دي وبيروح يشتري الشركات دي كده كده الاسهم بتاعتها واقعه، وكمان الانديه بيحاول ان هو يشوف الانديه اللي واقعه هتبقى عامله ازاي، لان الانديه والشركات دي شركات كتير هتلاقي ان فرص النجاح فيها موجوده بعد الوباء، بس مفترض ان انت عشان تشتريها تكون متحمل ان انت شويه الخساره اللي في البدايه، وكده كده المجال اللي هم فيه هتعرف تكسب منه. ده بالظبط اللي موجود في عالم كره القدم، مجال ان انت تشتري نادي هتتحمل شويه ان انت تشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي بعد الوباء، هتتحمل شويه وبعد كده هتلاقي ان الارباح جايه والمكاسب جايه. ده بالظبط اللي صندوق الاستثمار بيفكروا فيه، هنشتري مشاريع وبعد كده ندور على خطط طويله الامد علشان خاطر نعرف نربح منه. فمعنى كده ايه؟ مفيش امبابي يا معلم، مفيش امبابي. يعني انت متخيل امبابي ثلاث ارباع الكلام اللي كان بيتكلم عنه مبدئيا علشان خاطر موضوع امبابي ده حرقك شويه، فامبابي اتكلم كتير قوي على ان هو رايح ليفربول وان ليفربول هيبيع ساديو ماني لريال مدريد ب 150 مليون ويحط عليهم 100 مليون ويروح يجيب امبابي 250. شوف الدنيا كانت عامله، يعني شوف القصه، مستنيين يبيعوا لاعب علشان خاطر يروح يشتروا امبابي. عرفت بقى ان امبابي غالبا كده مش هيكون ضمن صفقات نيوكاسل. بص هقول لك على حاجه، صفقات نيوكاسل بيتكلموا فيها دلوقتي بيقول لك هيجيبوا 2 من استون فيلا وهيجيبوا 2 من بيرنلي، وكمان هيروح يجيبوا هكان شارون اوغلو وهيجيبوا فرانكيسي. يعني الصفقات الكبيره اللي انت متخيلها في الماركاتو صعبه جدا، لان زي ما قلت لك صندوق الاستثمار السعودي غير تركي الشيخ مش هيخش يجيبوا اسماء ويجيبوا تارجت والكلام ده. هم كمان بيتكلموا على ماسيميليانو اليجري، اللي هو اليجري لو حطيت له اي 11 لعيب هيظبط لي الدنيا بيهم واحتمال كمان يوصل توب فور. فلو انت بقى فاهم ان هو من اول سنه كده الصرف والبذخ هيبقى موجود، فعايز اقول لك ان الكلام ده صعب، لان مانشستر سيتي نفسه ما صرفش الاموال اللي انت كنت متخيلها في فتره البدايه، وهو المتعاقد مع الناس واشترى النادي راحوا جابوا الصفقات الكبيره لا هما هيقعدوا فتره كده يجيبوا لعيبه نص لب وبعد كده يغوروا على البيج نيم والاسامي الكبيره لحد ما يشوفوا الدنيا تبقى بالنسبه لهم عامله ازاي، لان الموضوع بعد الوباء غير قبل الوباء، والاسعار هتقل والجوده اللي موجوده في السوق دلوقتي ثلاث ارباع الانديه مش ترضى تبيعهم. فانت متخيل ان الناس هتوصل ميركاتو عايزين نجيب امبابي، هوبا هنا لو حبينا نشوف صلاح هيتباع ولا لا، هوبا هنا نروح نجيب اوميانج. لا يا معلم الكلام ده مش هيبقى موجود خالص، الكلام ده ممكن يبقى موجود في عالم احلامك. زي ما قلت لك الموضوع موضوع استثماري بحت، والموضوع موضوع اقتصادي بحت. المؤسسه بتاع صندوق الاستثمار السعودي داخله علشان خاطر تاخد نادي مفترض ان هم مراهنين عليه بعد 5 6 سنين ان هو يحقق تارجت ويحقق ارباح، فمن دلوقتي مش هيقعدوا يرموا فيه فلوس وبعد كده هيشوفوا التجربه هتنجح ولا لا. فزي ما قلت لك ما تتخيلش كده ان من اول موسم هيجيبوا صفقات كبيره وهيعملوا دريم تيم زي ما انت عايز او حتى ماستر ليج. فالصفقه لحد دلوقتي زي ما قلت لك كل الكلام ده كلام
على الورق، لان محدش عارف مايك اشلي هيبيع ولا مش هيبيع، واسم الامير محمد بن سلمان مش موجود تماما في الصفقه. الاسم الموجود في الصفقه هو الاستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمار، حاجه كده عامله زي محافظ البنك المركزي هنا في مصر. اعتقد ان الصفقه هتكون صفقه ناجحه جدا استثماريه، وهتكون صفقه ناجحه اقتصاديه، لان زي ما قلت لك مؤسسه زي نيوكاسل في عالم كره القدم نادي عريق واسم كبير، ومفترض ان هم في مدينه ما لهمش ديربي وما لهمش نادي موجود. هتقعد تقول لي موجود لهم مش عارف مين، هقول لك لا، هم كانوا بيدوروا على ان هم عايزين ياخدوا نادي كبير زي مانشستر يونايتد، هو كبير مدينه مانشستر، فلقوا ان في مشكله مع الجليزرز، فدوروا على نادي تاني يكون هو القطب الاكبر في المدينه بتاعته، ودوروا لقوا نيوكاسل فريق كبير، فريق عريق، كان عنده اسامي كبيره، كان فريق بطولات من زمان، فدوروا على ان احنا لا، احنا عايزين ناخد نيوكاسل وهنعرف نجيب منه فلوس، خصوصا ان احنا عندنا مشجعين ملتزمين متزمتين وملتزمين جدا بحضور الماتشات لنيوكاسل. حتى لو الفرقه كانت بتهبط الدرجه الثانيه مع مايك اشلي، المدرجات كانت بتبقى مليانه، يعني هم واخدين نادي عارفين ان هو ليه جماهيره، وعارفين ان هم هيعرفوا يكسبوا منه كويس جدا. فانا بصراحه مبسوط جدا من الصفقه، وكمان مش عايز اي حد اللي هو احط اسم الامير محمد بن سلمان. بص، الامير محمد بن سلمان هو رئيس صندوق الاستثمار، والكلام ده من 2015 مش من دلوقتي، فاعتقد ان هي تكون صفقه ناجحه. وحتى لو اتحط اسم الراجل، فالراجل بصراحه بيعمل مشاريع ممتازه. فكره انك تروح تدور على شركات كبيره او انديه كبيره فلست او على مقربه من الافلاس وتضخ فيها اموال علشان خاطر ترجعها تاني للحياه وتبص بيها الروح، اعتقد ان هي فكره ممتازه جدا، وبتجيب بتجيب فلوس بالعبط مع المستثمرين بيستثمروها. فربنا يوفقهم وربنا ينجح المشروع، ولا نيوكاسل بينافس في الدوري الانجليزي عشان خاطر موضوع التوب فور والتوب 6 والكلام ده. الانديه دلوقتي بقت كره قدم، ودور على مانشستر سيتي قبل الشركه الاماراتيه، ودور عليه دلوقتي بعد الشركه الاماراتيه، دور على باريس سان جيرمان قبل النصر الخليفي، ودور عليه بعد النصر الخليفي. هتلاقي ان ضخ الاموال في السوق بيفرق تماما مع الانديه، والصفقات وفكره ان احنا عايزين نجيب صفقات برضه تفرق تماما، ودي مش فكره بتكون ناجحه اغلب الوقت، لان النادي اللي بيمتلك الاموال ما بيمتلكش النجاح. بس الفكره فكره ان انت تدور على حد خبير يعمل لك صفقات، ما تروحش تعمل زي مانشستر يونايتد مثلا، وتروح تجيب واحد زي ادوارد يلبسك في الحيط، وما تعرفش التارجت بتاع النادي يبقى ماشي ازاي. فاتمنى ان هم يعرفوا يختاروا كويس المدير الرياضي اللي هم هيعينوه في نيوكاسل، وما يختاروش واحد زي تركي الشيخ، لان اعتقد لو اختار تركي الشيخ فده معناه ان المشروع هيبقى فاشل الفشل الذريع، مش هيبقى فكره على مقربه من الفشل. فالمشروع اساسا من ربنا يستر ويجيبوا فيه اسم كويس في انجلترا، اسم بيعرف يجيب لعيبه، اسم بيعرف يجيب مواهب بفلوس قليله، الحاجه اللي ناصر الخليفي بيفكر يعملها دلوقتي بعد ما اشترى باريس سان جيرمان من فتره طويله. بيفكر دلوقتي ان انا الاسامي الكبيره ما كانتش مهمه، المهم ان انا اعرف ابني فريق، انا عندي اسامي كبيره وما عرفتش ابني فريق كويس خد دوري ابطال اوروبا اللي انا بحلم بيه. فالفكره زي ما قلت لك، المال بينجح، بس المال بينجح بالطريقه والاستخدام الصح مع الناس الصح، مع الاداره اللي تعرف تجيب لك لعيبه. انت بتضخ اموال وبتدفع فلوس، 80% من الاسهم رايحه لصندوق الاستثمار السعودي، و20% متوزعه على شركه بي بي سي الاخوين روبن، وال10% هي 20 10 روبن و10 اماندا ستيفل اللي هي كانت داخله في الصفقه دي ارباحها وده العموله بتاعتها. فربنا يوفقهم جميعا، ونتمنى ان احنا نشوف منافسه او اي حاجه. هتقول لي ليه بيلبس فانوس مانشستر يونايتد؟ اقول لك لان انا مش مشجعين نيوكاسل، ولا عمري اشجع نيوكاسل علشان خاطر بقى فيهم فلوس والدنيا تبقى بالنسبه لهم رايحه فين. بص، انا عارف ان الفيديو مش هيعجبك بما اني قلت ان محمد بن سلمان عمل حاجه صح. بص، انا عارف ان انت عايز اي حاجه علشان خاطر ان احنا نلم في فولورز والكلام، لا انا بقول لك الفكره فكره ناجحه تماما، واحنا مع الراجل قلبا وقالبا. بنطبل يا اسطى، ويا ريت كمان يعني اي حد شايف ان الطبله بتاعتي كويسه يعرف يعمل لايك ويوصلها كمان علشان خاطر يشوفوني بطبل حلو ولا لا.